إيديك ما إيديك المفتوحة، إيديك مفتوحة. لا مش أيوة، ما هو عادي، كنت نايمة وصحيتي حبيبتي، هي دي الحكاية. كنت نايمة وصحيتي، صوت طيارة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنتفق يا توتا على أول يوم في رمضان أهو، هنتفق على إنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أيوة، الصور اللي في الشاشة دي، فاهمة كيف؟ ثنائية الأبعاد. خلاص، الصور اللي بيجيكي من الشاشة دي ثلاثية الأبعاد، صحيح؟ الصور اللي بتيجي ها شايف الشبر والله، بس هو كمان بيدق جوا. الصور اللي بتيجي من الشاشات ثنائية الأبعاد، ما عدا الصور الحقيقية الوحيدة هي ثلاثية الأبعاد. بوبوم 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 بوبوم، بيجيكي من القلب صور إشارات، صحيح؟ ثلاثية الأبعاد بتحسسك بوجودك، فبتدركي إنك على قيد الحياة. أول ما تدركي إنك على قيد الحياة، في نفس اللحظة بتدركي أن هناك موت. هي هو ده طريق الحياة، عبارة أنه اتولدتي، يعني نزلتي من رحم أمك، من بطن، يعني فاهمة كيف؟ نزلتي على الأرض، بتتحركي في الأرض، تنامي وتصحي وتاكلي وتلعبي وتشربي وتروحي وتجي فاهمة كيف؟ بعدين ترجعي تنامي تاني. خلاص، هذا كده اسمه إنا لله من الله وإنا إليه راجعون. يعني هناك حياة، هناك موت، الحق الوحيد. فأنت عندك إدراك إنك في الطريق إلى الله. طول ما أنت صاحية كده، هذا يوم جديد، صح؟ وبتجيك إشارات من القلب، يبقى تعرفي إن القلب بيتحرك. ما دامت القلب بيتحرك، خلاص في رمضان. ها، الحمد لله، اتكتب لك you are blessed، اترحم بالرحمة بالرحمة، النعمة اللي هي الحياة هدية من واهب الحياة. خلاص، فمديكي الحياة، بتمشي في الدنيا اللي هي المسافة من ألف لب للعودة إلى واهب الحياة. ف سأترك
ساعتك مش يعني اللي خلقك، اللي رزقك، اللي اداك الحياة، ساترك في هذه الحياة، فاهمة كيف؟ فوق الأرض، خلاص إن شاء الله. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. وساترك تحت الأرض، صحيح، دي حياة أخرى. وساترك يوم العرض على اللي هو حق، البعث حق والحساب حق، صحيح. ساترك يوم العرض، هذه حياة أخرى اللي هي آخر حياة، صحيح. فبروفا الحياة فوق الأرض، الحركة فوق الأرض، إشارات اللي بيحصل، فما كيف؟ تديكي ولو نبذة بالحياة تحت الأرض، تديكي ولو نبذة الحياة يوم العرض، صحيح؟ وما جزاء الإحسان إلا إحسان، شيء يشبه له كل حاجة، شبه الحاجة، الرمز يعني، صح؟ تمام. يبقى ما دامت ستي من أمة سيدي محمد، أي كائن من مخلوقات الله، من يوم بعثت سيدي محمد حتى قيام الساعة، من أمة سيدي محمد، خلاص. ما دامت ستي من أمة سيدي محمد، يبقى الحمد لله، لأن سيدي محمد مفعل، محمد مفعل الحمد، صحيح. طول ما انت ماشية في الدنيا فوق الأرض، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فتقومي لما تروحي الحياة تحت الأرض، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقومي لما تروحي الحياة يوم العرض، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خط مستقيم اللي هو الصراط، النقطة الأولى فوق الأرض، الحمد لله. النقطة الثانية تحت الأرض، الحمد لله. النقطة الثالثة يوم الأرض، الحمد لله. يبقى الثلاثة نقط كلها حمد لله، يدي الطاقة شبه بعض من نفس الأصل، خلاص. يبقى بروفة فوق الأرض، بروفة لتحت الأرض، ليوم العرض. فبراكتس بقى، عارفة هو ده الدور، يحتاج براكتس، تقعد طول الوقت كده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صحيح. صباح الخير يا مولاتي.